فتحنا منصة رقمية لاستقبال كل المشاريع. إلان في فترة تقريبا شهر توصلنا إلى أكثر من 100 مشروع. سيتم وضع لجنة فنية لاختيار بعض المشاريع اللي سوف يتم تمويلها إن شاء الله. أنا تمنيت أن السيد وزير الصناعة يكون موجود، على خاطر اليوم عندنا احنا مش فقط الجامعيين، هو كل واحد عنده مانع، لكن أنا إن شاء الله نأكد لك أنه سأعود إن شاء الله لصفاقس، وإن شاء الله مرافق بوزير الصناعة اللي هو مؤمن تمام الإيمان أن هالشراكة هذه هي شراكة استراتيجية، لأنه ما تنجمش تكون اليوم الجامعة في معزل على محيط الاقتصادي والصناعي. اليوم سيد وزير التعليم العالي كان حاضر باش يشوف المبادرات اللي تعملت في جهة صفاقس في إطار البحث العلمي ومقاومة كوفيد، ولكن زادا كان حضور هام من الصناعيين ممثلين في كل منظمات تقريبا الوطنية اللي هما الكونيكت، لوتيكا، لوبيمي، والهدف كونه معناها تقريب البحث العلمي من الصناعة التونسية. العديد من المبادرات صارت في تقريبا كل الكليات، خاصة منها التطبيقية والتكنولوجية في صفاقس، وهذه المبادرات الكل احنا حابين نثمنوها، وحابين زادة في نفس الإطار نعيطوا البقية المصنعين اللي اليوم يحبوا يقربوا من الجامعة. واحنا كقطب تكنولوجي الهدف من هذا الكل هو كونه جستمون نحيطوا بهذا، رغم اللي بعض المبادرات ما هيش في اختصاصنا، ولكن المهم في الأزمة هذه كون نحاولوا نحيطوا بالمبادرات كل باش نردوها صناعة. On a développé un prototype pour la respiration، معناها جهاز تنفس صناعي. هو جهاز تنفس ميكانيكي، معناه اون بو جوي سور 3 بارامتر اللي هو الفوليوم اللي تاع الهواء اللي باش نعطوه في الرواري نتاع المريض، والفريكونس. ومشينا هزيناه لوزاره الصحه، عملنا عليه ليزيسي مقبول الى حد ما في الفونكسيوناليتي، لكن يلزم تطوير، يلزمنا نزيدوه دي كابتور دو بريسيون ودي ديبيب باش نجمو السيستيم يكون اكثر نجاعه على المريض. وعملنا جهاز ثاني هو جهاز قيس حرارة، هذا ترمومتر انفراروج عن بعد، دونك هذا يصلح باش نعرفوا إذا كان السيد عنده تمبيراتور نتاعو من الحرارة تفوت 38.5 ولا لا، ونجموا فاسيلمون يكون اون لي ديتيكت سيتون معناها بيرسون سيسبكت ولا لا. قمنا بصنع النموذج الأول للجهاز التنفسي الاصطناعي اللي يتحكم في التركيز والكونسنتراسيون دوكسيجين للمريض. هذا الجهاز فيه معناتها طلب كبير برشا من طرف المستشفيات الحكومية والخاصة، الثمن بتاعه يفوت 30,000 دينار، احنا منتوج تونسي 100% ما يفوتش 3,000 دينار. هو نموذج منقل بطريقة دقيقة للموديل اللي موجود سويسري، لكن قادرين باش نطوروه يكون احسن. المشروع هو بالفرنسيه تسمى انستالاسيون دوكسيجينوثيرابي هايبر دي بي ملتيباسيون، انبسطوها هي عباره عن مركز متنقل للتنفس الجماعي، معناتها بليزيور بيرسون اون ميم طون شديد التدفق. الخاصيه نتاعها كون نجمو لي باسيون كل هذوما ملتي باسيون يجمو يتنفسوا، ندخلوا لهم الهواء كل واحد بصفه دونك مستقله مع لي ريغلاج اون تيرم دو ديبي التدفق البريسيون الضغط، يكون الريغلاج نتاعهم انديبوندون بصفه منفرده من مريض للمريض. هذه خاصيه مع العلم استعملنا زاد التقنيات الحديثه في الكوموند في لي ريغلاج، وخدمنا بالشراكه البروجي هذايا ما بين اساتذه جامعيين في المعهد العالي للدراسه التكنولوجيه بصفاقس زاد صفاقس، وكذلك اطباء من كليه الطب بصفاقس. بعد ان شاء الله الكوفيد يجم يكون الاستغلال نتاعو في استاد، معناتها لا قدر الله ثم جماهير تصير سورت دو توكسيكاسيون، تنجم هي الخاصيه نتاعها كونها انستالاسيون موبيل، تنجم تتحرك وتنجم تتهز، وزاد اكستنسيبل معناتها عدد الاسره يجم يتزاد سولون لو بوزوان. حاليا تعدينا للفاز نتاع رياليزاسيون دو بروتوتيب مجسم، تو نستناو الباساج سو سكون ابيل لاندستريزاسيون، دونك الدعم حاجه مهمه جدا كسوا من سلطه الاشراف اون بارتيكولي وزاره التعليم العالي، من عند الصناعيين ولا المهتمين اللي يحبوا يدخلوا معنا في شراكه مع المشروع هذا. في اطار مكافحه الفيروس هذا قمنا بتطوير هالدرون هذه، الطائره بدون طياره هذه، حتى تكون من الوسائل اللي نستعملوها للوقايه من هذا الفيروس. بالطائره هذه نجموا يعني اجهزه الامن تستعملها باش اول حاجه من سلامتها هي انما تدخلش في كونتاكت مباشر مع المواطنين، ثم تستعملها هي
من بعيد نجم تبعثها في دي ميسيون. لي ميسيون هذو ما تمثلوا في كون تنجم تخاطب المواطنين بالجهاز التالكي والكي هذايا عن بعد، تحكي معهم، تاخذ الهويه نتاعهم، تتعرف عليهم. فيها كاميرا حراريه تنجم في الوقت يعني في اطون بريسي في اللحظه هذيك نجم يعرف الشخص اللي يحكي معه هل هو فما احتمال انه يكون مصاب يعني بالفيروس ولا بيان سور، بقياس درجه الحراره كمعطى اولي. ثم يعني اذا فما اي تجمعات غير مرغوب فيها، اي تجمعات اللي هي يعني ما غير مش لابسين لي بافيت ومش لابسين لي ماسك هذوما، يتم تحذيرهم، يتم تنظيمهم، يتم يعني امرهم بمغادره المكان او اتخاذ الاحتياطات اللازمه. ذا مبدئيا ان بروتوتيب اللي فونكسيونيل، هي قادره باش تكون هي والا انوتر بروتوتيب مطور عليها، واحنا عندنا الامكانيات باش نطوروا اذا نلقاو الدعم الكافي، وفما فماش علاش ما نستغلوش التكنولوجيا هذه وحان الوقت.